السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه rust.ai. الموقع ده بيعمل ايه؟ بيعمل دبلجة للفيديو. ازاي؟ هنشوف مع بعض. هيبدأ يترجم لك الفيديو والصوت AI في ثواني. Hey there, here is a quick demo of Rust AI tool for video localization. Hola, aquí hay una demostración rápida de la herramienta Rust AI para la localización de videos. Hallo, hier ist eine kurze Demo des Rust AI Tools für die Videolokalisierung. يعني لو عندك أي فيديو على اليوتيوب هتديه له ويجيب لك الترجمة ويعمل لك الدبلجة. تمام؟ يعني فيديو مثلا escrevi ela em 2008 e aí o refrão é meninas negras não brincam com bonecas pretas porque a minha infância eu costumo dizer que foi um momento mais punk assim punk moment you know it was the most difficult time of my life and then talk today Charles Bukowski said something in a poem called Style about art il a défini l'art en disant le style est la réponse à tout une nouvelle façon d'aborder une chose ennuyeuse ou dans aprire una scatola di sardine ce kann eine kunst sein ich glaube da ist etwas dran يعني كل الوقت ثواني ولو حتى في اثنين بيبدأ ان هو يفرق بينهم ويخلي الصوت ده مره كذا ومره كذا فموقع جميل ان شاء الله يعجبكم الميزه ان هو فيه لغات كتيره جدا حتى اللغه العربيه بيدعم اللغه العربيه لكن انت طبعا تجربه مجاني بس خلينا نشوفه اصلا السعر بتاعه كام هو بيقول لك البيزك بلان في حدود $50 في الشهر وبعد كده في طبعا برو في بيزنس في كاستم زي ما انت عايز بص دي التولز ديت هما دمجوا كذا حاجه مع بعض زي في مثلا تولز معموله لترجمه الفيديو في فيديو تو تكست الفيديو نفسه يبدا ان هو يحول التكست ان هو يضيف لك سبتايتل يعمل لك اوديو ترانسليتور يضيف لك السبتايتل زي ما انت عايز